حيث القرب أكثر الأماكن العمومية حضورا في النسيج العمراني في المدن والبوادي على السواء، وهي من القدسية بحيث يلتزم فيها الناس من الخشوع ورقي السلوك وتجنب الإسفاف والضرر ما لا يلتزمونه في مكان آخر، وتهيئ قدسيتها لنوع استثنائي من الإنصات والاستعداد للتلقي. ويزيد من هذا الاحتمال إيقاع تردد يبدأ مع الفجر ويختم بصلاة العشاء، فهي مكان الصلاة والتواصل والتواصي. يعتقد الناس بحكم ما ورد في الحديث أن الملائكة تحف بين جدرانها، ولكل هذه الاعتبارات وغيرها يأتي تأثير الخطاب الذي يسمعه الناس داخل المساجد قويا، لأن الناس لا ينسبونه لقائله الذي يحتمل أن يوافقه البعض ويختلف معه البعض الآخر، بل ينسبونه لله ورسوله كما ينسبون المساجد لله. وهذا سر الطابع الجامع للمسجد، يطلب فيه الناس ما لا يوجد في غيرهم الأماكن، ويجتمعون فيه على التوحيد الذي يحطم كثيرا من الأصنام في قلوبهم، فيكونون أقرب إلى المحبة وأبعد من التنافر والبغضاء. وبالنظر إلى ما ذكر واحتراما للناس ورعيا لهذه المنافع الكبرى للمسجد، وجب التنصيص على طبيعته كمؤسسة بين المؤسسات. فالمعروف عادة هو المؤسسات العمومية التابعة للدولة، والمؤسسات المسمات بشبه العمومية، والصنف الآخر الذي هو المؤسسات الخصوصية. أما المسجد فلا هو بمؤسسة عمومية ولا هو بمؤسسة خصوصية، بل هو مؤسسة الأمة لوظيفة معينة لا لغيرها، هي عبادة الله في معناها الواسع. وهذا ما يوافق قوله تعالى وأن المساجد لله. وهذا التعريف للمسجد بأنه مؤسسة الأمة له في نظامنا المغربي مقتضيات واضحة، لأن مقام الأمة هو مقام إمارة المؤمنين، ولذلك فالمساجد تقع في عمق الشأن الديني الذي تختص به إمارة المؤمنين. ومن حماية المساجد من التجاذبات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع تبدأ حماية الملة والدين، وهذه الحماية تكون بضمان الحياد المسجد، بحيث تكون استفادة الجميع من خيره وفضله مضمونة للجميع. ولا شك أن الإغراء السياسي بالتسلل إلى المسجد إغراء قوي لا سيما في هذا العصر، ولكن فرض حياد المسجد بوسائل قانونية وتدبيرية ضمن سياسة الشأن الديني التي يخطط لها ويوجهها أمير المؤمنين حفظه الله، ستفضي مع مرور الزمان إلى اقتناع الجميع بهذا الحياد الذي تستفيد منه السياسة السليمة أكثر من غيرها. لأن كل محاولة لاستغلال المسجد في السياسة الفئوية مخالفة للدين من جهة وغش في السياسة من جهة أخرى. والواضح أن حماية المساجد لضمان حيادها تقتضي ما هو جار وقائم في سياستكم يا مولاي من عنايته ببنائها وتشييدا وترميما وتجهيزا، ثم العناية بأئمتها رفدا وتأهيلا. ولا يختلف عقلان سليمان وعيان بمقاصد الدين أن العقيدة التي توجه سلوك الإمام واضحة راسخة، وهي الانطلاق من كونه هو الإمام الأصغر الذي ينوب في مسجده عن الإمام الأكبر أمير المؤمنين، فهو منتدب لتلك النيابة ومستخلف فيها، وتوفر له الشرعية والحرية ليؤدي مهمته في دائرة تبينها كثير من التوجيهات القرآنية والإرشادات السنية. والأئمة في هذا كله يستعينون بالعلماء في هذه المهمة التي تواجهها صعوبات التنزيل في وقتنا الحاضر، وهذا الحضور من جهة العلماء بجانب الأئمة في أداء مهمتهم قائم والحمد لله في البلد الأمين. مولاي أمير المؤمنين، نحمد الله على أن رزق هذه الأمة المغربية في شخصكم الكريم من يصدق عليه وصف جدكم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال: ورجل قلبه معلق المساجد. اللهم احفظ مولانا أمير المؤمنين بما حفظت به الذكر الحكيم، واجزه عن الأمة الجزاء الأوفى، يحمي دينها ويرعى مساجدها، وأعطه من كل خير عندك. والختم من مولانا أمير المؤمنين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في ختام هذا الدرس يتقدم للسلام على أمير المؤمنين عدد من السادة العلماء الضيوف: الأستاذ سوريا دارما علي، وزير الشؤون الدينية بجمهورية أندونيسيا، كما يتقدم للسلام على أمير المؤمنين حفظه الله الأستاذ إبراهيم محمود جوب، الأمين العام لرابطة علماء المغرب
والسنغال. الشيخ أبو بكر دوكري المرشد العام للاتحاد الإسلامي في بوركينا فاسو، الأستاذ فريد بن يعقوب المفتاح وكيل وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بالبحرين، الأستاذ حسن جاها نغير عالم نائب وزير الشؤون الدينية ببنغلاديش، كما يتقدم للسلام على أمير المؤمنين حفظه الله الأستاذ أبو بكر ميغا الخليفة العام للجمعية الإسلامية التيجانية ببوركينا فاسو، والأستاذ حسن وعليلي من علماء الجزائر، الأستاذ بهيج ملا حويش من علماء إسبانيا، الأستاذ حسين محمد الثقافي نائب جامعة مركز بولاية كيرالا بالهند، الأستاذ عمر مولود عبد الحميد رئيس رابطة علماء ليبيا، الأستاذ محمد أحمد الوليد أستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة بنغازي وعضو رابطة علماء ليبيا، كما يقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لأمير المؤمنين حفظه الله نسخة مطبوعة وأخرى مسجلة على الأقراص المدمجة من الدروس الحسنية التي ألقيت بحضرة جلالته في رمضان الماضي 1433 للهجرة. إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي وإلى اللقاء بحول الله.